في الابتدائي كان عندنا أستاذ الموهوبين، هو اللي دخلني على اختبار موهبة في الصف السادس، ومنها بدأت رحلتي مع موهبة. أول ملتقى لي كان عام 2017 كطالب أولمبياد علوم، واستمرت معه مدة 4 سنين، وفي نهاية 2020 انتقلت إلى أولمبياد الكيمياء. من وصلت من عام نهاية 2020 قالوا لي تبغى أحياء ولا فيزياء ولا كيمياء، أنا قلت أبغى كيمياء لأني كنت أشوف أني أنا أحسن فيها. أتوقع أن طلاب الكيمياء دائما عندهم شغف معين نحو قسم متخصص في الكيمياء. أول شيء صرت أقدر أني أتحمل الضغوط بشكل أحسن، لأنه الدوام حوالي 8 ساعات في كل يوم صعب جدا. وثاني حاجة كمان أنه استفدت مادة علمية ضخمة، صعب أنه أي طالب يسمون فيها مرحلتي أنه يأخذها كلها دفعة واحدة. مستوى شخص صرت شخص أكثر انضباطا، وست كمان طالب ملتزم أكثر. مسابقة الكيمياء اللي هي الـ ICHO توقعت إن شاء الله أني بقدر أني أشارك فيها بإذن الله، وأحاول أني أجيب ميدالية ذهبية فيها إن شاء الله.